وطن يسقط على باقي المؤسسات. داخل النماذج مثلا الاوروبيه وكاين الاساتذه اللي يخدموا في المجال النماذج الاوروبيه قلنا راه كاين شي مشكل، حتى واحد ما فراسوش انه وقع في جهه اخرى. هذا هو المشكل ديالنا سي جواري، حتى حنايا راه داخلين دوك اوني اون بلان كونستركسيون دو دو فيزيونمون دي دو موند. اللقاء ديال اليوم جا في اطار واحد ديناميه تلقاتها جمعيه لقاءات المتوسطيه السينما وحقوق الانسان اللي دارت اول تقرير حول السياسه العموميه للسينما والملائمه ديالها مع الالتزامات ديال المغرب الدستوريه في مجال حقوق الانسان. التقرير اشتغلت عليه الجمعيه بشراكه مع المركز السينمائي المغربي وبتشاور مع عدد من الفاعلين في مجال السينما من اجل تقديم عدد من التوصيات نقولوا لارمونيزاسيون ملائمه القطاع السينمائي مع ما يتطلبه من جهود من اجل النهوض بثقافه حقوق الانسان وسورتو حمايه حريه التعبير والابداع. التقرير خرج هذه شهرين، الجمعيه ندمت ندوة صحفيه في 4 ديسمبر في الرباط اللي قدمت فيه التقرير، وهذا اللقاء جاء بطلب من الفاعلين السينمائيين في الدار البيضاء باش نجيو عندهم حيت نقربوا لهم المحتوى ديال التقرير في المدينه اللي كيعيشوا فيها ونبارطاجيو معاهم هذا الشيء باش نتفاعلوا معهم حول الموضوع. اولا التقرير تطرق لاربعه ديال المحاور، المحور ديال الاطار المؤسساتي والقانوني اللي كيشتغل فيه المركز السينمائي المغربي بكونه وصيع السياسه السينمائيه في العموميه في المغرب. الاطار اللي كتشتغل عليه السياسات العموميه اللي دارته الدوله في مجال حقوق الانسان من اجل ملائمه السياسه العموميه جميع السياسات العمومية بمعايير حقوق الإنسان اللي هو الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذلك الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت قراءة كذلك لما قدمه تقرير نموذج تنموي جديد فيما يخص السياسة الثقافية والانتظارات من السينما. كذلك التقرير دار واحد التحليل لمسارات التكوين اللي كتفتقد المكون حقوق الانسان كمكون اساسي اللي غيتعززوا به الفاعلين، تعزز القدرات ديال الفاعلين فاش يكونوا يمارسوا المهنه ديالهم. خاصو تكون عنده الشجاعه السياسيه والنزاهه الفكريه باش يسمي، لان انت ملي كتقولها في الجلوباليتي ديالها فانت كتهم جميع المهنيين اللي كاينين في هذا القطاع بانهم يستافدوا من الربح.